السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. طبعا ما تنسوش في البداية الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم، وتشيروه للأهل والأحباب، وتسيبوا كومنت حلو تقولوا إيه رأيكم في الفيديو النهاردة، ويا رب ينال إعجابكم إن شاء الله. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. النهاردة إن شاء الله هعمل أكلة حلوة وكلنا عارفينها، بس بطريقة جديدة هحط عليها إضافات من عندي أنا. لازم نجدد وننوع يا جماعه في اكلنا، وما نمشوش على روتين واحد. يعني الاكله مثلا عارفينها بتتعمل ازاي من الالف للياء، نفضل نعمل فيها على طول، لا لازم نجدد ونغير في الاكله ونضيف عليها، ممكن ونقلب فيها عادي جدا، ما فيهاش اي مشاكل يعني، وتطلع طعمها جميل وحلو. برده هعمل نضر بسله بالجزر والبطاطس والخرشوف، الخرشوف طبعا موجود في السوق. فهعمل بزله عادي عارفينها كلنا بالجزر والبطاطس والخرشوف، بس هغير فيها شويه بدل ما اعملها باللحمه الصحيحه. هشوف هعملها ازاي، واعملها كمان في الفرن بدل ما اعملها على النار من فوق. يعني هعمل فيها حبه تغييرات كده، هو بسيطه جدا يعني وسهله جدا، بس اسمها تغيير برده. ونخلي مثلا افراد اسرتنا تحس بالتنوع في الاكل يعني. فهنشوف هنعمل ايه والمكونات اللي معانا ايه، فخليكم معايا. كل اللي هنحتاجه طبعا في الوصفه بتاعتنا ديت النهارده، طبعا اكيد طبعا بزله، طبعا بزله موجوده في السوق كويسه، بزله. بس انا هعمل طبق صغير على قد النهارده، مش عايزه اكل فيد يعني. عندي في البيت البزله بالذات بيحبوا ياكلوها يوم واحد بس، ما بيحبوش ياكلوها مرتين يعني، مش عارفه ليه، رغم ان البزله جميله جدا بحبها يعني. في حبه بزله اهو، تقريبا حوالي ربع، لا ده نص كيلو كده، نص كيلو بزله غسلاها طبعا مصفياها، وبطاطس طبعا هحط عليها ميه عشان ما تسودش، والجزر والخرشوف هعمل ثلاث خرشوفات دول بس على قد الكميه الصغيره دي. انا مقطعه الخرشوف ولسه هشيل منه الشعر اللي بيبقى جواه دوت، بس في الاخر سايباه كده عشان ما يسودش طبعا، كلنا عارفين. وعندي حبه شوربه، كانت شوربه لحمه قبل كده عاملاها، فهزقي بيها الاكله بتاعت النهارده. لو ما عندكيش شوربه هاتي ميه وحطي عليها مرقه دجاج، سواء فراخ او لحمه او خضار اي حاجه، وخليها تغلي على النار، واستخدميها في انك تسقي بيها الخضار، تمام؟ ما يعني ما تخليش حاجه توقفك يعني. وطبعا هنحتاج طبعا في الوصفه بتاعتنا، مش هعملها باللحمه الصحيحه زي ما قلت، هغير واعملها ايه باللحمه المعصجه، وهنشوف هنعملها ازاي، فخليكم معايا. حطيت حته سمنه على النار، حته صغيره مش كبيره يعني. وعندي بصلايه كبيره مقطعاها حتت صغيره، هشوحها على النار قبل ما احط اللحمه المفرومه. جربوا البزله بالطريقه دي يا جماعه، هتلاقوا طعمها جميل جدا، اطعم كمان من اللحمه الصحيحه يعني. احاول ادبل البصل دوت شويه كده، اهوت ادبله، بعد كده احط عليه اللحمه المفرومه. دي حوالي نص كيلو من اللحمه المفرومه، ممكن ما تحطوهاش كلها طبعا عشان دي كميه صغيره. فاللحمه المفرومه يعني انتظروني ان شاء الله، باذن الله انتظروني في فيديوهات جايه باذن الله ان شاء الله يعني، لغايه ما البصل يدبل اتكلم مع حضراتكم شويه. انتظروني في الفيديوهات دي ان شاء الله باذن الله، هعمل لكم اكلات كتيره ومختلفه من اللحم المفروم، داخل فيها لحمه مفرومه. لحمه مفرومه طبعا بتبقى لذيذه وجميله، ومعظم الناس بتحب اللحمه المفرومه اكتر. انا عندي في البيت بيحبوا اللحمه المفرومه اكتر من اللحمه المصححه، هي الصحيحه بتاعت الخضار يعني. ليه؟ واللحمه المفرومه كمان اقتصاديه يا جماعه على فكره، يعني ممكن عيله كبيره بنص كيلو لحمه مفرومه تاكل وتشبع، لكن اللحمه الصحيحه دي لو عيله كبيره مش هيكفيها نص كيلو لحمه، يمكن يكفيها كيلو يعني بالعافيه. لكن اللحمه المفرومه كمان بجانب انها جميله جدا ولذيذه، كمان اقتصاديه، تمام؟ فانا انتظروني الفتره الجايه ان شاء الله هعمل لكم اكلات كتيره باللحمه المفرومه باذن الله تعالى، واكلات جديده يعني هتعجب حضراتكم ان شاء الله. فانا جايبه نص كيلو لحمه مفرومه، بس على الكميه اللي انا هعملها كلها معصجه كلها، وممكن اللي بقى منها بشيله في الفريزر عادي بستخدمه بعد كده يعني. فهعمله كله، واشوف الصينيه، انا هعملها في صينيه في الفرن، اشوف الصينيه بتحتاج قد ايه لحمه مفرومه، اخد منها والباقي اشيله في الفريزر، تمام؟ البصل بيدبل اهو على النار، اهي بدبل البصلة وانزل عليها بقى ايه باللحمة المفرومة نص كيلو زي ما قلت لحضراتكم. ما حليتش شوية عشان لسه ايه
نسيت انزلها من بالليل، نزلتها الصبح لسه متجمده من الفريزر، بس انا هحاول معاها كده احركها لغايه ما تفك شويه. اللحمه فكت الحمد لله ومسويها اهو، وهحط عليها بس ايه بهارات لحمه حبه صغيرين برضو جديد برضو مع البازلاء، نحط ايه حبه من بهارات اللحمه برضو تدي طعم حلو جديد يعني، حبة صغيرين مش كتير عشان ما تغيرش طعم الجزيرة. فلفل اسمر طبعا، فلفل اسمر وملح طبعا، وهعمل جنب البيتزا دي ان شاء الله رز بلسان العصفور، جميل جدا هيعجبكم ان شاء الله، يعني زي رز حبة وحبة، بس بدل ما احمر رز هحمر لسان عصفور واحط عليه الرز، يبقى طعمه جميل جدا. اول خطوة بقى في الطبق بتاعنا ان احنا هنسوي ايه اللحمة المفرومة كده المعصجة دي زي ما احنا شايفين بسويها، والباقي بقى يبقى سهل جدا جدا، دي اكلة سهلة وسريعة، وانتوا عارفيني بحب الاكلات السريعة السهلة، محبش ايه نتعب نفسنا. يعني البازلاء بالخرشوف بالجزر بالبطاطس بنعمله تملي بيبقى جواه اللحمه، او اللحمه اللي بتاعت الخضار القطعه دي، النوبيه بقى قلت اغير واعمله باللحمه ايه المفرومه، واعملها صينيه في الفرن برضو. انتوا عارفين السوا في الفرن بيدي طعم جميل غير اللي على البوتاجاز من فوق يعني. اهي كده اهوت خلاص. ارجعها كده اهوت شويه، وايه اجيب الصينيه بقى نحط فيها بقيه المكونات. الصينيه اهي من طبق صغير، جبت صينيه صغيره، والبزله اهي اللي انا دي تقريبا نص كيلو بزله متفصصه يعني، احطها احط الجزر كله مع بعض ان شاء الله باذن الله كله يستوي مع بعض، والبطاطس بس اصفيها من ميه وارجع. البطاطس متقطعه، بص انا مقطعه يعني كل حاجه صغير صغير كده، وحتى الجزر صغير مش قطع كبيره يعني اهي. والخرشوف بقى او الشوربه اللي عندي حطيت عليها صلصه يا جماعه، حطيت عليها صلصه عشان ايه احطها على الخضار. الخرشوف اهو سهل قوي، بعد ما اقطعه من الورق بتاعه بقطعه نصين وبشيل ايه جزء الشعر كده بالسكينه، بيبقى بمنتهى البساطه. طبعا الطريقه دي غير طريقه ايه الحشو، الحشو برده بقول لكم لما اجي اعمل خرشوف محشي لحمه مفرومه هبقى اوريكم الطريقه ازاي، لكن اللي مش عارف يعني، بس اكيد معظمنا عارف، بس في طبعا ايه البنات لسه متجوزين مش عارفين ازاي بنشيله يعني، تشيلي الورق تشيلي الورق، وبهوريكم برضو ازاي نشيل الورق. وبعد كده تقطعيه نصين، ده بالنسبه لتحط في البزلة يعني او هيطبخ، وتشيلي بالسكينه كده لما تقطعي الخرشوفه دي نصين هيبقى سهل تشيليها بالايه الشعر بتاعها بالايه بالسكينه، وقطعه برضو حتت صغيره كده عشان يستوي اهي. برضو بصوا انا سايبه هنا يعني، بساعات بسيب من هنا حبه كده لما اكون بحشيها باللحمه المفرومه بالذات عشان ما يقعش، لكن هنا ممكن ايه وكده اشيل اللي هو الشعر اللي جوه ده اهي كده اهو بمنتهى البساطه. اكمل الباقي بالطريقه دي وارجع لكم تاني. قطعت خلاص الخرشوف زي ما وريته لحضراتكم يعني، ودلوقتي هجيب فص توم احطه على الصينيه، بيبقى طعمه حلو مع البازلاء او التوم، مش هكتر، هو فص واحد اقطعه حتت ايه صغيره، يا رب تكون بس الصوره واضحه. اقطعه حتت صغيره، فص توم واحد كبير هقطعه على الصينيه ديت. عايزه تكتري توم كتري، بس انا ايه محبش اكتر اهوت. بعد كده اجيب طبعا الشوربه كانت فيها ملح،
اكيد طبعا، لان شوربه لحمه عاملاها. فخلي بالي بقى من وانا حاطه في اللحمه المفرومه ملح برضو وفلفل اسمر وبهارات لحم، فما كترش بقى ملح، اخليها في الفرن، ولما ليها تحتاج ملح ادوقها يعني لما تغلي شويه في الفرن ابقى احط. ممكن ازودها بقى حبه ميه عشان بس ايه الشوربه بتاعت ايه مش كتيره، ممكن ازود حبه ميه، دي كانت شوربه مركزه يعني، فممكن ازودها حبه ميه عادي خالص مفيش حاجه. ممكن اهوت، وانا عايزاها ايه قبل ما احط اللحمه المفرومه اغطيها بورق فويل واديها غلو على النار من فوق قبل ما احطها في الفرن وقبل ما احط اللحمه المفرومه، عشان ايه الخضار بس ايه يغلي شويه ويساعد على السوى عشان ما تغيبش ان شاء الله في الفرن. تمام، ادي بس ايه اديها غلو على النار. غلوة كده على النار غلوتين كده ثلاثة، وبعد كده احط هوري حضراتكم اشيل الورق الفويل واحط اللحمة المفرومة واقلبها فيها، وبعد كده ادخلها الفرن، هفتح الفرن عشان يسخن. كده انا قلت هسيب الخضار شوية على العين من فوق تغلي بس، وغطيتها عشان تساعد على السوا بس ايه لسعت من البخار. خلي بالكم يا جماعة انتوا تفتحوا الفويل عشان البخار بيطلع ممكن يساعد. هحط في اللحظه دي بقى، هي غلت كذا مره، احط حبه ايه من اللحم المفروم اللي انا عملته المعصق ده، مش هحطه طبعا النص كله طبعا، على قد الصينيه بس، عشان كده بقول لكم اللحمه المفرومه يا جماعه دي اقتصاديه جدا، يعني نص كيلو نص كيلو ممكن عيله كبيره تاكل منه، ونص كيلو كله يعني عيلة كبيرة تاكل منه، ويعني تبقى حاجة مشبعة وكويسة غير اللحمة القطع يعني. فأنا حطيت على قد الصينية دي حبة من اللحم المفروم، حط كمان حبة اهو كده اهوت، هغطيها بقى بورق الفويل تاني وادخلها النباتي بقى ايه الفرن، احطها الفرن انا مشغلاه يا جماعة عشان يسخن، هدخلها بقى ان شاء الله ايه الفرن ونعمل مع بعض الرز بلسان العصفور. دلوقتي هيجي دور بقى الصينيه في الفرن، خلاص هيجي دور ان انا اعمل رز بلسان العصفور. جميل جدا وجربوه هيعجبكم خالص يعني ان شاء الله. ده لسان عصفور اهو، طبعا انا بجيب لسان عصفور وافضيه في البرطمانات ان بنحبوه يعني وبنستخدمه في حاجات كتير. لسه في فيديو هينزل عامله لسان عصفور بطريقه حلوه برده هيعجبكم ان شاء الله، مش عارفه يعني ينزل قبل ده ولا بعد ده مش عارفه. حته سمنه حطيتها في الحله، انا حتى مش بستخدم سمنه كتير، وان استخدمت سمنه بستخدم حته صغيره يعني، برده ما فيش غنى عن السمنه برده بتدي الاكل طعمه حلو برده. احط حبه يعني مش انتوا عارفين الرز حبه وحبه، ناخد حبه من الرز ربع الرز مثلا بنحمره ونحط عليه الرز ده بقى بدل الرز هعمله بيه. انا عملت معاكم رز حبه وحبه برده مع هو نزل الفيديو ده بتاع اللي هو يخني يخني اللحمه بالبصل، وكنت عامله جنبيه رز حبه وحبه، ده برضو بدل الرز اللي هيتحمر هحمر لسان عصفور. اخد حبه مثلا كده اهو حسب الكميه اللي انت عايزاها يعني، ملهاش كميه معينه بس كده اهو احمره، ممكن ارش عليه حبه ملح برضو زي ما احنا متعودين عشان زي الشعريه بقى كله يتحمر لون واحد، حبه يعني ملح بسيطه كده يعني، واحمره بقى وانا بسخن ميه عشان الرز واحمره لغايه ما يتحمر، وبعد كده احط عليه الرز التاني عادي جدا زي رز حبه وحبه، بس بدل الرز اللي احمره احمر لسان عصفور، هيبقى شكله حلو كمان مع الرز باذن الله ويعجبك. احمر بقى لسان العصفور ونشوف هنعمل ايه. طب ما احنا شايفين كده لسان العصفور اتحمر بقى باللون الحلو ده، صدقوني رشه الملح دي بتفرق كتير. احط الرز بقى ،
وقلب بقى كده اهو برضه. لغاية ما المية اللي في الرز تنشف، لغاية ما المادة السمنة اللي حطاها تتغلف بيها كله الرز. حط حبة ملح بس المية يعني كويسة كده، يعني سخنت وقربت تغلي، فخلاص كده هحطها عليها. خلاص بسيبه بقى طبعا يغلي، بعد كده بوطش عليه واحط الشياط عادي خالص. ده رز بلسان عصفور جميل جدا وشكله طعمه حلو. وبنشوف بقى الاكل لما يطلع بقى في الاخر باذن الله. اخيرا الاكل خلاص الحمد لله. زي ما احنا شايفين الاول الرز اهو بلسان العصفور جميل جدا. بلسان العصفور متحمر والرز الابيض اهو، شكله جميل وريحته جميلة وطعمه جميل جدا، هيعجبكم قوي جربوه. وادي صينية البزلة بالجزر بالخرشوب بالبطاطس، حطيتها في الفرن طبعا، طريقة جديدة وحلوة بس هي سخنة، مش عارفة امسكها والله، ارفعها الكاميرا بس امسكها بفوطة كده اهوت. اهي بصوا استوت البزلة، استوت وباللحمة المفرومة وكله استوى وشكلها جميل جدا. طريقة جديدة وطريقة حلوة للبزلة. بس كده هو ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. عملت حاجة جديدة، مش جديدة قوي يعني، بس غيرنا وخلاص من اللحمة بتاعت الخضار للحمة المفرومة مع البزلة والجزر والخرشوف والبطاطس ورز بلسان العصفور. يا رب يكون أكلة النهاردة عجبتكم وتجربوها بإذن الله. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد عمال يوصل لحضراتكم، وتشيروا للأهل والأحباب، وتسيبوا كومنت تقولوا إيه رأيكم في الفيديو النهاردة، ومتنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. وإلى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. إلى اللقاء.